لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. رامز اسم عالم مذكر عربي، وهو الذي يومئ لغيره بالعين أو بالإشارة أو باللفظ، وهو الذي يغري الآخر بإشاراته، والرامز هو الوقور الرصين. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.